صرح الإدعاء الهولندي بأن دوافع منفذ الهجوم بشاحنة على جمهور حفل في جنوب البلاد أمس ليست إرهابية. وصدم المهاجم الهولندي الذي يبلغ من العمر 34 عاما صدم مجموعة من الأشخاص لدى خروجهم من حفل موسيقي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. وسلم سائق الشاحنة نفسه للشرطة بعد ساعات من هجومه على بعض رواد مهرجان بينج بوب الموسيقي في جنوب هولندا.